طالب ابن الجامعة العربية بالإسراء بالقدوم لبابا حمر. بابا حمر محاصرة وكل ساعة عندنا شهداء، الشهداء بتزايد وما عم نقدر ندفنهم لوجود قوات الأمن والشبيحة حول بابا حمر، وجرحى بالمئات ولا يوجد كادر فني ولا طبي للمداواة، وتم قطع الاتصالات والكهرباء عن بابا حمر منذ أكثر من 4 أيام، ولا يوجد خبز ولا حليب أطفال ولا يوجد أكل للناس. تطالب الجامعة العربية بالإسراء بالدخول إلى بابا حمر وإلى حمص المنكوبي. حي بابا حمر 26/12/2011، تحرك الدبابات في حي بابا حمر. القنبلة المسمارية نزلت على احدى المنازل، هذا ما يقصفون به عصابات الاسد. من حمص ينضم الينا اسامه الحمصي الناطق باسم الهيئه العامه للثوره السوريه، اهلا بك. يعني سمعنا مناشدات، سمعنا اخبار تقول هناك مباني سقطت على قاطنيها والقصف مستمر، كيف ترى الاوضاع حاليا ان تخبرها لنا؟ نعم اخي الكريم، حدث اليوم ما حذرت منه البارحه على شاشتكم الكريمه، البارحه قلت ان هذا النظام سوف يشيع فكره المراقبين، وطالبت المجلس الوطني بان يكون هو صله الوصل ويخبرنا هل سياتي المراقبون غدا او لا. انتشرت شائعات، واستعد اهالي بابا عمر واستعد اهالي بابا حمص اهالي حمص لاستقبال المراقبين، وكان كلنا امل بان نخرج في مظاهرات كبيره اليوم لنري العالم مظاهراتنا السلميه، ففوجئنا باشتداد شده القصف. اخي الكريم، اذا استمر الحال على ما هو عليه ستسمعون انه كان في الماضي هناك حي اسمه بابا عمر، وقد تسمعون انه كانت هناك مدينه اسمها حمص. القصف جنوني وعشوائي ولا اعتقد ان من اعطى الاوامر هو انسان سوي، وانما هو انسان مختل عقليا. اخي، مباني هدمت، الجرحى لا نعلم كيف اين نذهب بهم، عدد الشهداء غير محدود. احد الاخوه الافاضل اليوم الشيخ ابو الطيب رحمه الله فقط صائد على مأذنة مسجد قباء وطالب بوجود اطباء في مشفى الحكمه فقنصوه فوق جولي من المأذنة. هذا الرجل الفاضل الذي لم يكن سمعته طيل ايام الثوره الا مساعده الجرحى ومساعده الشهداء وذويهم. طيب سيد اسامه، يعني عندما يقال بان هناك مباني سقطت على قاطنيها، هناك قتلى، هناك جرحى، كيف يتم التعامل طبيا ودوائيا مع هؤلاء الضحايا؟ المشكلة أخي الكريم، اليوم بعد 10 أشهر من الثورة فقدنا الكثير من الكوادر، عشرات الشهداء من الكوادر الطبية، ناهيك عن نقص الشديد في 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 المعونات والمواد الأساسية في حي هو أصلا محاصر. نحن عادة نأخذ هؤلاء الجرحى إلى مشافي ميدانية، المشافي الميدانية طبعا هي بطبيعة الحال شقق يوجد فيها بعض الأدوات الطبية، نصف هذه المشافي الميدانية قصف ونصفه الاخر سرق واعتقل القائمون عليه. نحن فقط الان نعمل على وضعهم في سيارات، اخذهم الى اماكن امنه نسبيا لحمايتهم، ريثما نستطيع نقلهم بطرق ايضا غير رسميه خارج الحي، لان الحي بطبيعه الحال محاصر. كل سياره تحوي على جريح يتم تحويلها الى مستشفى العسكري فورا بهدف قتل الجرحى الموجودين داخلها واضافتهم الى بنك الجثث الموجود في المشفى الوطني والمشفى ان تنطلي غدا. اليوم هم اشاعوا ان المراقبين في حمص، نحن كنا متفائلين وقلنا اننا نخرج في مظاهره عارمه ففاجئونا بحمله بربريه على هذا الحي. اخي الكريم، كل ما اقول لك فهو لا يشكل 10% من حقيقه الواقع الموجود على الارض، الحي باد اباده كامله بدون مبالغه، قصف عشوائي كان يضرب. طيب هذا الحي، يعني ما دمت تقول بانه هناك تركيز يعني عليه، هل ما زال سكانه موجودين فيه ام انه هناك منهم من نزح عن هذا الحي؟ اخي الكريم، نزحوا في الايام السابقه لكن الان اين ينزحون؟ يعني اين المفر؟ هذه سياسه العقاب الجماعي، الحي محاصر من 4 جهات وكل متحرك يتم قنصه او قتله. يعني يراد لحي بابا عمر ان يكون مقبره جماعيه لتاديب اهلها الذين كانوا هم جذور الثوره. هذا الحي الذي ما ترك مدينه ولا قريه ولا تذكر في سوريا ثائر الا ونصره، يريدون ان يربوا سوريا بهذا. قلت البارحه الضابط المسؤول اجتمع بعساكر، قال لهم كل شيء مباح الا الرحمه في حي بابا عمر. هذا يتطلب فعلا، هذا الامر فوق سياسي فوق انساني، هذا الامر امر يتعلق بكل البشريه. لدينا نحن رئيس مجرم مختل عقليا
يقوم الآن ب20,000 نسمة محصورين في حي صغير، هذا يتطلب الحركة الفورية، هذا أمر عاجل. أناشد الدكتور برهان غليون بأن يقوم بأي فعل، بأن يقوم بأي اتصال. حي باب عمر أمانة في رقاب جميع أركان المعارضة السورية في الداخل طبعاً والخارج. على ذكر السيد برهان غليون سيكون معنا بعد قليل ونتحدث معه حول الأوضاع في حمص وعن الخطوات المزمع اتخاذها لإزالة يعني هذا الضغط وهذا القصف أو إيقافه على الأقل عن حمص. سؤال أخير، هل نجم عن ذلك أيضا نقص في المواد التموينية والطبية ومستلزمات الأطفال ربما أيضا؟ جيدا لو سمحت مركز. خزانات المياه تم استهدافها، يعني بمعنى أن المياه مقطوعة والخزانات الموجودة فوق البيوت تم استهدافها لكي لا يبقى مياه. مازوت للتدفئة لا يوجد، كهرباء يتم قطعها من الحين إلى الآخر، وإذا لم يتم قطعها خزانات الكهرباء تستهدف بشكل مباشر. المرضى الزمنون من أمراض الضغط والقلب والسكر والربو ليس لدينا هناك، هناك عدة حالات من النساء الحوامل أجهضن من شدة القصف. يعني أخي الكريم، حي منكوب، حي مصاب، يحتاج إلى إغاثة، يحتاج إلى ممر آمن، يحتاج إلى أي شيء. أكتفي معك. يأتي أي أحد ويساعدنا بهذا القدر. أسامة الحمصي الناطق باسم الهيئة العامة للثورة السورية، شكرا جزيلا لك.